نجي على تطبيقات قانون نيوتن الثاني، تطبيقات على قانون نيوتن الثاني. مثال: تدفع امرأة صندوق يزن 500 نيوتن بقوة متجهة بزاوية مقدارها 30 تحت الأفق، كما هو مبين بالشكل التالي اللي هو هنا. امرأة تدفع صندوق الوزن مالته 500 نيوتن والدفعة بزاوية 30 تحت الأفق. ما قيمة F اللازمة لبدء انزلاق الصندوق؟ أولا طالب من عندك قيمة القوة اللازمة لبدء انزلاق الصندوق اللي هي ناتجة عن معامل الاحتكاك الاستاتيكي. طالب من عندك باء إذا استمرت المرأة في دفع الصندوق بنفس هذه القوة بعد بداية الانزلاق ماذا ستكون قيمة العجلة؟ إذا مطلوب من عندنا العجلة اللي هي A بعد ما تتكون عندنا الاحتكاك الحركي. بعد ما نكمل الاحتكاك الاستاتيكي بالنقطة أليف نبدأ نشتغل بالاحتكاك الحركي ونطلع قيمة التعجيل. نبدأ أول شيء نرسم طبعا، وبعد شنو نعطينا فرضية أنه الصندوق والأرضية مصنوعان من الخشب. لذلك إذا ما دام نطعنا هذه المعلومات نرجع إلى الجدول هنا نطلع من عنده معامل الاحتكاك الاستاتيكي ومعامل الاحتكاك الحركي حسب المادة. المادة هي خشب على خشب 0.7 بالنسبة للاستاتيكي و 0.4 بالنسبة للحركي، الاحتكاك الحركي والاستاتيكي. نجي نرسم مخطط القوى الخاص بهذا الجسم والحركة. هذا الجسم يكون تحت تأثير الوزن، وزنه طبعا للأسفل. القوة الضاغطة العمودية اللي هي عمودية على السطح هذا هي، وهذا هو اتجاهها. قوة الاحتكاك تكون باتجاه معاكس لاتجاه الحركة وموازية للسطح، هذا هو السطح. فإذا قوة الاحتكاك تكون باتجاه الموازي للسطح ومتعاكسة مع اتجاه الحركة. الحركة مثل ما جاي تلاحظون المرة جاي تدفع الصندوق بهذا اتجاه اكس الموجب. الحركة بالنسبة للمرأة اللي هي القوة اللي تأثر بيها قيمتها F، هذه الاث نحللها الى مركبتين لان هي قوى مائلة. المركبة الافقية هي اف كوساين الزاوية 30، والمركبة العمودية هي اف ساين 30. حطينا المحاور مالتنا اكس وواي، نبدأ بالحل. اول ما نبدأ نطلع القوة العمودية الاف ان، القوة الضاغطة العمودية هنا. القوة الضاغطة العمودية قيمتها تساوي لنا ال W لأن هي بالاتجاه المعاكس باتجاه Y السالب، فهذا باتجاه Y الموجب. إذا ناخذ مجموع القوى حول ال Y مساوية إلى الصفر فتكون عندنا ال Fn بالاتجاه الموجب ناقص ال W ناقص ال F في ساين الزاوية 30 يساوي صفر. إذا نحط ال Fn بالجهة الموجبة فرح تتحول الوزن إلى الجهة الثانية والF ساين 30 إلى الجهة الثانية واثنيناتهن يكونن إشارتهن موجبة. إذن الFn راح تساوينا W زائد الF في ساين 30، هذه هي القوة العمودية المؤثرة على الصندوق. القوة العمودية المؤثرة على الصندوق طبعا قوة الاحتكاك راح تساوينا هنا، إذا نلاحظ قوة الاحتكاك الF راح تساوينا بالاتجاه القوة الناتجة عن الدفع بالاتجاح الأفقي اللي هي الاف في كوساين الزاوية 30. إذا قوة الاحتكاك لها قانونها هي الاف قوة الاحتكاك الاستاتيكي، الاف تساوي لنا معامل الاحتكاك الاستاتيكي في الان اللي هي هنا الاف ان القوة الضاغطة العمودية. نجي نطبق هذا القانون، الاف اللي هي قوة الاحتكاك تساوي لنا F كوساين الزاوية 30 مساواة القوى بالاتجاه الأفقي يساوي معامل الاحتكاك قيمته 0.7 طلعناه من الجدول في الـ Fn اللي هي القوة العمودية القوة الضاغطة العمودية.
من هذه نطبق الاف ندخل البوينت 7 معامل الاحتكاك على القوس ونطلع قيمة الاف. قيمة الاف راح تكون لنا بعد تبسيط هذه المعادلة مساوية الى 678 نيوتن. بعد ما طلعنا قيمة الاف نجي نطلع قيمة القوة الضاغطة لوحدها اللي هي راح تساوي لنا الاف ساين 30 زائد الدبليو. طلعنا قيمتها هي 839. حتى نتحقق من الحل مالتنا نساوي بين القوتين الأفقيتين مثل ما قلنا هنا، هذا الجسم هو تحت تأثير قوتين أفقيتين متعاكستين. قوة ناتجة عن الاحتكاك هنا الاف تساوي لنا الميو بالنسبة للاحتكاك الاستاتيكي في القوة الضاغطة العمودية الاف ان، والقوة بالاتجاه اكس الموجب راح تساوي لنا الاف في كوساين الزاوية 30. نطبق هذه المعادلتين اف كوساين 30 طلعت لنا النتيجة، وقوة الاحتكاك الاستاتيكي طلعت لنا هاي النتيجة. اذا الحل مالتنا متساوي مع بقاء الاف ان مساوية الى 839. هذا هسه الحل بالنسبة للفرع الاول اللي يعتمد على الاحتكاك الاستاتيكي. نجي نحل نفس السؤال ولكن بالاحتكاك الحركي. الاحتكاك الحركي طالب من عندنا إذا استمرت المرأة في دفع الصندوق بنفس هذه القوة بعد بداية الانزلاق فماذا ستكون قيمة العجلة أو التعجيل؟ احنا درينا من هذا الرسم مالتنا إذا نرجع عليه إنه مع بداية الحركة فرح يتكون عندنا قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك تكون أعلى ما يمكن في بداية الانزلاق، وبعدين بعد مرور وقت معين راح تستمر هذه القوة في قوة الحركة بالظهور، قوة الاحتكاك بالظهور، لكن تكون بمعدل أقل وبشكل ثابت. قوة هنا قوة الاحتكاك تعتمد على المعامل الاستاتيكي، لكن القوة هنا بعد ما كان أصبحت ثابتة بعد مرور الوقت أصبحت تعتمد على المعامل الحركي. المعامل الحركي بالنسبة لهذا المثال مالتنا خشب على خشب لميو كي راح تساوي لنا 0.4. نجي نطبق هذه المعلومات اللي هسه طلعناها. بالبداية عندنا قوة الاحتكاك الاف تساوي لنا إذا نأخذ مجموع القوى حول الاكس مساوي إلى الصفر تكون عندنا قوة الاحتكاك الناتجة عن المعامل الحركي ناقص، أو هذه بالناقص وهذه بالموجب، الاف كوساين الزاوية 30 ناقص الاف الناتجة من معامل الاحتكاك الحركي تساوي صفر. إذا نجي نطبق هذه المعلومات هنا راح تكون عندنا الاف تساوي اللي هي هذه قيمتها الاف كوساين الزاوية 30 578 ناقص البوينت 4 اللي هو المعامل الاحتكاك في الـ 578 ناقص اللي هو الاف كوساين 30 ناقص مع قوة الاحتكاك من معامل الاحتكاك الحركي اللي هي 0.4 في الـ 839 الاف ان. طلعنا قيمة الاف نات، الاف نات اللي هي الاف الصافية الافق بالاتجاه الافقي. هذه الاف نات راح نحتاجها بإيجاد الاي. شنو بعد ناقص عندنا حتى نوجد التعجيل؟ ناقص عندنا الكتلة. الكتلة مثل ما نعرف تساوي هنا الكتلة تساوي لنا الوزن، طبعا يساوي لنا الكتلة في التعجيل. الوزن موجود عندنا قيمته 500 والتعجيل هو التعجيل الأرضي، فيكون عندنا الام تساوي الوزن على التعجيل. طلعنا قيمة الكتلة بقسمة الكتلة على
بقسمة العفو الـ F نت اللي هي هنا قيمة القوة الصافية على الكتلة، راح نقدر نستخرج التعجيل وهو المطلوب في النقطة B. إذن 251 اللي هي الـ F نت على 51 كالورا تساوي لنا 4.92 متر على الثانية. هذه هي قيمة التعجيل المطلوبة عند معامل الاحتكاك الحركي. عندنا مثال ثاني، قالبان كتلة الأول 1 والثاني 2 متلامسان أحدهما بالآخر على منضدة أفقية مثل الشكل الموضح هنا، وكان الاحتكاك بين القالبين والمنضدة مهملا. سلطت قوة قيمتها F مثل ما جاي تلاحظون على الكتلة الأولى، وتسببت بتسارع القالبين إلى اليمين بعجلة، نعطينا قيمة التعجيل الأفقي قيمتها 3 متر على الثانية. المطلوب مقدار القوة قيمة قوتي التضاغط بين القالبين. طبعا نجي نرسم مخطط القوة بالبداية بالنسبة للماس الأولى اللي هي الكتلة الأولى، وبالنسبة للكتلة الثانية. الكتلة الأولى راح تكون تحت تأثير الأف هذه، وتحت تأثير القوة الضاغطة بالاتجاه المعاكس، وأيضا تحت تأثير وزنها يضغط إلى الأسفل. وقوة بالنسبة إلى الكتلة الثانية هذه هي القوة المؤثرة عليها، القوة الضاغطة العمودية، الوزن إلى الأسفل، والقوة هنا راح تكون مساوية إلى الأم اللي الوزن اللي هي الأم في الجي. هذه هي مخطط البياني لحركة الجسم بين قوتي التضاغط العموديتين. بهذا السؤال راح أنتوا تجون تحلونه، إن شاء الله تجزون الحل على المحاضرة الجاية. بعد عندنا مثال تاني، سيارة وزنها 3300 تتحرك بسرعة قدرتها ميل على الساعة في لحظة معينة، ضغط السائق على الفرامل فتزحلقت السيارة حتى سكنت. إذا عندنا السرعة الابتدائية هذه هي السرعة النهائية، وأثناء التزحلق تعرضت إطارات السيارة لقوة احتكاك، نعطينا مقدار قوة الاحتكاك 70 مرة قدر وزن السيارة. ما المسافة التي تقطعها السيارة قبل توقفها تماما؟ اعتبر أن الحركة في اتجاه المحور X المحور الأفقي. هذه الوحدات هنا أخذت تحويل الوحدات في الفصل الأول، السيارة وزنها بالباوند والتعجيل ميل على الساعة. ترجعون إلى الفصل الأول وتطلعون التحويلات حتى تقدرون تشتغلون بوحدات موحدة. بعد ذلك تسوون الرسم الخاص بتحليل القوة وتقومون بحل هذا السؤال، وهو أيضا واجب عليكم. نجي على الجزء الأخير من محاضرتنا، الحركة على مستوى مائل. الحركة على مستوى مائل هي مشابهة للحركة على الاتجاه الأفقي أو العمودي، لكن الشكل بالنسبة لتحليل القوى راح يختلف. شلون راح يختلف؟ راح نشوف هنا في هذا الشكل اللي هو 12-3 مثل ما جاي تلاحظون، هذا الجسم يتحرك على سطح مائل. باعتبار هذا الجسم يتحرك على سطح المائل، فرح تكون عندنا المحاور كما موضح بهذا الشكل، الأكس مع المنضدة أو مع السطح المائل، والواي تكون عمودية على الأكس. مثل هذه الحالة يبقى الوزن مساوي إلى التعجيل في الكتلة في التعجيل، وهو بشكل عمودي على الأسفل. إذن هذا الوزن هنا رح يتحلل إلى مركبتين، لأنه يكون بصورة مائلة على المحور X، فيتحلل إلى مركبتين. المركبة الأولى هي بالاتجاه الأفقي للمحور X اللي هي MG في ساين L ثيتا، الM هي الكتلة والتعجيل في ساين الزاوية ثيتا مثل ما جاي تلاحظون، الزاوية ثيتا هي نفسها ثيتا هنا. وبالاتجاه العمودي راح تكون عندنا الكتلة في التعجيل في كوساين الزاوية ثيتا. هنا هذا أوضح لكم شلون قمنا بعملية تحليل القوى بالنسبة لهذا الجسم. قلنا الحركة على مستوى مائل أو منحدر نوعها من أنواع الحركة، حيث أنه يصنع زاوية مقدارها
أو قدرها ثيتا بالنسبة للأفق. وزن الجسم الموضوع على المنحدر الوزن يساوي أن الكتلة في التعجيل ما زال رأسيا إلى الأسفل، كما أن القوة العمودية التي يؤثر بها المنحدر على الجسم طبقا للتعريف تكون عمودية على المنحدر، حيث أن الحركة مقيدة بحيث تحدث على استقامة المنحدر، فإنه من الأنسب اختيار المحور X على استقامة المنحدر والمحور Y عموديا عليه مثل ما شرحناه قبل قليل. هذا هو الإكس اللي يكون موازي للمحور أو موازي للمنضدة، والواي يكون عمودي عليه. إن الوزن هنا يتم تحليله إلى المركبة إكس اللي هي تساوي إن الكتلة في التعجيل في ساين الزاوية ثيتا على استقامة المنحدر إلى الأسفل باتجاه الإكس السالب، والمركبة واي راح تكون الكتلة في التعجيل في كوساين الزاوية ثيتا وأيضا باتجاه واي السالب. الزاوية ثيتا في الوضع المبين بالشكل مثل ما جاي تلاحظون، هذه هي قيمة الزاوية ثيتا متساوية ما بين البداية وما بين الزاوية المؤثرة بها للوزن. أما القوة Fn القوة الضاغطة فتكون كليا في اتجاه الواي الموجب مثل ما جاي تلاحظون، القوة الضاغطة اتجاهها عمودي على المحور X، هذه هي القوة Fn. إذا وجد احتكاك فإنه يتحتم أن يكون في الاتجاه X موجبا أو سالبا بحيث يكون عكس اتجاه حركة الجسم، يعني إذا الجسم يتحرك إلى الأعلى راح تكون قوة الاحتكاك باتجاه الأسفل يعني مائلة بهذا الاتجاه، أما إذا كان الجسم يتزحلق إلى الأسفل فتكون قوة الاحتكاك بالاتجاه المعاكس. لنلخص هذه الشروط التي تحكم المحورين، نلخص هذه الشروط. أولاً الحركة في الاتجاه العمودي على المنحدر محظورة، يجب أن يكون مجموع القوة في الاتجاه واي مساوي إلى صفر طبقا لقانون نيوتن الأول مثل ما شفنا بالرسم. الحركة تكون كلية على استقامة الاتجاه اكس ويحكمها قانون نيوتن الثاني. هذه هي التحليل البياني لحركة الجسم والقوة المؤثرة عليه. نجي ناخذ مثال حتى يوضح لكم هذه الحركة شلون تكون. طلاب راح نجي ناخذ مثال حتى يوضح لنا شلون نحسب معامل الاحتكاك أو قوى الاحتكاك بالنسبة إلى الجسم المنحدر على زاوية أو المائل على منحدر مائل. افترض أن الاحتكاك مهمل وأن القوة الوحيدة المؤثرة على الجسم هي القوة المبينة بالشكل أسفل. احسب الزمن اللازم لانزلاق الجسم. طبعا من قال لنا انه الاحتكاك مهمل معناها احنا نقدر نستخدم قوانين نيوتن للحركة. احسب الزمن اللازم لانزلاق الجسم الى اسفل، هذا اول مطلب، بمعرفة انه يميل هذا الجسم او المنحدر بزاوية مقدارها 40 درجة وينزل مسافة قدرها 1 متر، هذا هو المطلب الاول. بعد ما نلقى المطلب الاول لازم مطلوب من عندنا أوجد سرعة الجسم عند قاع المنحدر يعني عند النهاية. هذا هو الجسم وهذا هو المنحدر مالتنا، بالبداية راح يتحرك مسافة 1 متر X وبعد ذلك راح ينزل إلى النهاية بالمطلب الثاني. حتى نحلل القوة المؤثرة على هذا الجسم نجي نرسم مخطط القوة الخاص بهذا الجسم. القوة المؤثرة على هذا الجسم أول شيء وزنه. طبعا أول ما نبدي برسم القوة لازم نرسم المحاور. المحور X راح يكون موازي للمنحدر مثل ما جاي تلاحظون، هذا هو المحور X. المحور Y راح يكون عمودي على المحور X. رسمنا المحاور الخاصة بهذا الجسم المنحدر بزاوية أو المنحدر من نازل من هذا المنحدر المائل بزاوية. الزاوية ثيتا راح تصنع مع المحور واي السالب، هذه هي الزاوية. هذه الزاوية
طبعاً راح تكون تصنع نتيجة لوزن الجسم. وزن الجسم يكون عمودي باتجاه الأسفل، مو عمودي على المحاور، وإنما عمودي بالاتجاه بالأسفل، لأنه حكم الجاذبية الأرضية، فهذا هو الوزن، يساوينا الكتلة في التعجيل. الوزن راح يصنع زاوية مع واي، مع المحور واي قيمته 40 اللي هي الثيتا. نجي نحلل الوزن، لأنه بهذه الحالة الوزن راح يكون بزاوية مائلة مع المحور، فنحلل هذه القوة، الوزن قوة الوزن نحللها بمركبتين، متجه X ومتجه Y، اثنيناتهم بالاتجاه السالب. بالنسبة للمتجه X راح تساوينا W اللي هي الM في J، الكتلة في التعجيل، في ساين الزاوية ثيتا. أما بالنسبة لاتجاه Y راح تساوينا الM في J في كوساين الزاوية ثيتا. هذا هو بالنسبة للوزن. شنو بعد عندنا؟ راح تكون عندنا قوة الاحتكاك الF، الجسم ينزل للأسفل، وقوة الاحتكاك بالاتجاه المعاكس راح تكون باتجاه Y الموجب. بعد شنو عندنا؟ القوة الضاغطة، وهي اتجاهها عمودي على المحور إلى الأعلى، مثل ما جاي تلاحظون باتجاه Y الموجب. هذه هي مخطط البياني للقوة. نجي أول ما نحسب حتى نطلع قيمة الزمن، نجي نطلع أول شيء بالبداية قيمة التعجيل حتى نقدر نستخدم المعادلات الخاصة بالحركة المنتظمة. التعجيل راح يساوينا الأث نت على الكتلة، لأنه الأث نت راح يساوينا القوة الصافية، راح يساوينا الوزن، وتساوينا الكتلة في التعجيل. هاي في حالة الاتجاه العمودي، أما في حالة الاتجاه الأفقي راح يساوينا الـ M في الـ A. إذا نريد نطلع الـ A راح يساوينا الـ F net على الـ M. الـ F net مثل ما تعرفون هنا، هاي هي الـ F الناتجة عن الحركة بالاحتكاك، راح يساوينا الـ M في الـ A في ساين الزاوية ثيتا. هذه هي الـ M في الـ J في ساين الزاوية ثيتا على الـ M. نختصر الـ M من البسط والمقام، إذن الـ A راح يساوي لنا G في ساين الزاوية ثيتا. الـ G معروفة قيمته 9.8، الثيتا معروفة قيمتها 40. بعد ما طلعنا قيمة الـ A نستخدم المعادلات الخاصة بالحركة. طبعا المعادلات الخاصة بالحركة هو ذاكر أنه الجسم راح ينزل للأسفل، فتكون السرعة الابتدائية بالنسبة إليه مساوية إلى الصفر. نطبق القوانين الخاصة بالحركة المنتظمة، سرعة نهائية تربيع تساوي السرعة الابتدائية تربيع زائد 2A في X. إحنا قبل قليل طلعنا قيمة A، نعوضها في هذا القانون. قيمة X معروفة عندنا اللي هي 1. بالمطلب الأول مطلوب الزمن، الزمن اللازم لانزلاق الجسم. إذا نريد نطلع الزمن فنستخدم أما هذا القانون، الـ X يساوي لنا الـ V زائد نصف في A في T تربيع. الـ A هذه قيمتها G في ساين الزاوية، والزمن ما نعرف إيش قد، لكن عندنا المسافة قيمتها 1. باعتبار عندنا قيمة المسافة 1، نقدر نطلع من هذا القانون قيمة الزمن. نطلع قيمة الزمن مثل ما موضح أمامكم. بعد ذلك نجي نستخدم المعادلة الثانية ونطلع قيمة الـ VF. أما نطلعها من هذه المعادلة باعتبار الزمن معلوم عندنا، أو نطلعها من هذه المعادلة، ونستخدم المعادلة الأولى ونطلع قيمة الـ VF، قيمتها 3.55 متر على الثانية. لهنا تنتهي المحاضرة الخاصة بقوانين نيوتن للفصل الثالث. شكرا جزيلا.